الفوز من قدم لنا مزول لتنتزع المركز الأول. أشواطنا متواصلة، شوطنا القادم بصوت الزميل رايد بن محمد الضيوفي، فله الكلمة ولكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم في هذا الصباح الجميل في ثاني أيام الانطلاقات وفعاليات سباق الهجن وانطلاقات وتحديات سن الحقائق ومسافة 4 كيلومترات مصاحبة ومرافقة في هذا الشوط الجميل الذي يحمل لنا الأسماء الجميلة. شوطنا السادس للقعدان الحقايق، نبدأ بالمركز الأول. من يبحث عن الجائزة الكبيرة، جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن هنا في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الثامنة، المقدمة مع من يتقدم. يقدم لنا شعار في هذه اللحظات، يتقدم شاهين محمد بن عبد الرحمن بن فالح المخاريم الدوسري، يقدم شعار، ولكن شعار الشوط الرئيسي شعار ضبا يأتي مع الحاصل على المركز الأول. الآن يتقدم علي بن حمد بن سعيد الجربوعي مقدما شعار مع المركز الأول. المركز الثالث من الجانب الأيمن، وتابع القدوم، وصل الآن بشعاره الذي يحمل لنا اسمه وحضوره، الذي يبحث عن النوماس، يحمل لنا الرقم 79 حمد بن علي بن شطيط الوهيبي. يقدم لنا مغادر المركز الرابع، وتابع وصل صايب مبخوت بن سالم بن محمد الجربوع المري، الشعار الذي حضر قبل قليل وقدم لنا شعاره وحضر بالإبداع. يأتي راعي مكرم ليجدد لنا إنجازات مكرم مع المركز الثالث. المركز الرابع، وتابع القادم الآن شعار بن رشيد سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يقدم لنا مشكور مع المركز الرابع. المركز الخامس يحمل لنا الرقم 85 حمود بن سلطان بن سويدان المالكي، يقدم لنا الشارد ركز يا بن سويدان مع الأداء الفنان والأسماء الذي بدأت بالحضور بدأت بالتواجد، أولها الناوي ومبروك بن مانع بن دواس آل عامر يقدم شعاره. هكذا الأسماء متابعينا الأعزاء، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى من يتقدم الآن، إلى شعار الحاصل على الأداء الأول. أتقدم الآن بن حمد يقدم شعاره، الجربوعي يتقدم الآن مقدما لنا هذا الإبداع الكبير، هذا التميز في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. يتقدم الآن مقدما للحاصل من الجانب الأيمن محمد بن عبد الرحمن المخاريم الدوسري، يقدم لنا شاهين ثالثا. أول نداء القادم علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح، يقدم لنا لايق عليك النوماس اليوم يا لايق. من يتقدم الآن ووصل مبروك بن مانع بن دواس.
آل عامر هو القادم، وبدأ بالحضور، بدأ بالحضور لايق لايق يا بن قرح. الزعبي يتقدم، الزعبي يتقدم، يقدم لنا لايق. روح يا بن قرح مع النماس، ابناء الشحنية ابناء قطر تقدمون مع لايق. تحرك 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 وانطلق بالأربعة، انطلق بالأربعة، الأربعة الأربعة مع مقدمة الشوط. تقدم الآن لايق يا الزحبي، الناوي نواك، الناوي نواك، وصل ابن دواس، ولكن خلاص لايق عليك الفوز اليوم. علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. الزعبي يتقدم، يقدم لنا الحضور، يقدم لنا الإبداع، يقدم لنا التميز الكبير. إلى النوماس، إلى الفوز، إلى خط الحسم. مشكور يا الزعبي، مشكور على هذا الحضور، أداءته بالإبداع. لا يقل الشحانية مع انطلاقة علي بن عبد الله حزام بن قرح مركز الثاني، ناوي مبروك مانع بن دواس آل عامر مركز الثالث. وصل مع المركز الثالث محمد بن بارك بن مسلم بن عثعيث العامري مع كايف المركز الرابع. شعار فارس بن تركي بن مطيع الظفيري قدم لنا جبار. المركز الخامس وصل الشعار في هذه اللحظات العنيد عبد الله بن كليفيخ بن محمد بالجيش العجمي. اذا تهانينا المبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لمالك هذا البطل، هذا النجم الكبير لايق. مشكور يا علي يا بن حزام يا بن راشد يا بن عبد الله يا بن قرح يا الزعبي، سلامات وغادر من ابواب هذا الميدان الى ميدان الشحنيه هنالك في دوله قطر. لحظات الوصول والتوقيت الزمني مع مخرجنا العزيز. المركز الاول مع لايق، لحظات الوصول 6 دقائق و11 ثانية 12 ثانية بالفعل. وفي هذه اللحظات ولقطات الإعادة ولحظات الفوز والنماس والانتصار والجائزة الكبيرة في هذا المهرجان وفي هذه الجائزة. 6 دقائق 12 ثانية 38 جزء من ثانية توقيت لايق للزعبي. المركز الثاني 6 دقائق 14 ثانية 17 جزء من الثانية أتى مع المركز الثاني اللي هو الناوي مبروك مال عبد الدواس آل عامر. المركز الثالث 6 دقائق 15 ثانية 92 جزء من الثانية شعار وحضور. شعار في هذه اللحظات محمد بن مبارك مسلم بن عثعيث العامري مع كايف.